السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم التحليل الإحصائي، وهو مقرر ريض 263 للمستوى الثاني الفيزياء والرياضة. نلاحظ أهداف درسنا لليوم: الهدف الأول أن نوجد مقاييس النزعة المركزية، أما الهدف الثاني فأن نفرق بين العينة والمجتمع الكلي، هدفنا الثالث أن نعين الإحصائيات للعينة ومعامل المجتمع، هدفنا الرابع أن نوجد هامش خطأ العينة. نبدأ بأول هدف، أن نوجد مقاييس النزعة المركزية. يا ترى ما هي مقاييس النزعة المركزية؟ يقول: هي البيانات التي تشمل على متغير واحد كما هو الحال في البيانات الموجودة في الجدول، وتسمى بيانات في متغير واحد، ويمكن وصف هذه البيانات بمقاييس النزعة المركزية لأنها تشير إلى متوسط البيانات أو منتصفها. يعني شلون نعرف نقيسها؟ يقول لي أبرز هذه المقاييس هي الوسط والوسيط والمنوال. طبعا نركز على الوسط والوسيط والمنوال، نبي نعرف شلون نوجدهم. لما ناخذ الوسط هو قسمة مجموع القيم على عددها، ومتى نستخدم الوسط دون الوسيط؟ يقول لي عندما لا توجد في البيانات قيم متطرفة، لكن لما أجي حق الوسيط فيقول لي العدد الذي يشغل موقع المنتصف عند ترتيب القيم. يعني شنو هاي الشيء؟ طبعا احنا نلاحظ ان عندنا مجموعة من البيانات، لازم نرتب البيانات من الأصغر إلى الأكبر. القيمة اللي تكون في المنتصف نسميها الوسيط. أحيانا تكون عندنا قيمتين، فشنو نسوي لما يكون عندنا قيمتين؟ يقول لي راح ناخذ الوسط لهذه القيمتين، معناه نجمعهم نقسمهم على اثنين. ومتى نستخدم الوسيط؟ عندما يكون في البيانات قيم متطرفة ولكن لا توجد فراغات كبيرة في منتصف البيانات. أما لما ننتقل للمنوال، فالمنوال هو العدد أو الأعداد الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات. يعني نلاحظ أن في بيانات تتكرر فيها قيم عديدة، فإحنا نستخدم المنوال. إنزين، نشوف ويا بعض السؤال، وشلون بنعرف نستخدم الوسيط أو الوسط أو المنوال؟ يقول السؤال: أي مقاييس النزعة المركزية يناسب بصورة أفضل البيانات الآتية ولماذا؟ طبعاً نلاحظ أول مجموعة من البيانات عندنا، عندنا مجموعة من الأرقام، ونلاحظ عندنا رقم بروحه صاير هو الوحيد في العشرات وهو الـ 11. إذن إحنا عندنا قيمة متطرفة، فإحنا بنستخدم الوسيط. ليش قلنا؟ قلنا لأن توجد قيمة متطرفة أصغر من القيم الأخرى وهي الـ 11. لكن لما نروح حق القيم الثانية نلاحظ أن هي في نفس المستوى، كلهم متقاربين، فماذا نستخدم لهم؟ نستخدم الوسط. ليش استخدمنا الوسط؟ لأن لا توجد قيم متطرفة. نيجي حق السؤال الأخير. لو نلاحظ في السؤال الأخير عندنا الـ 14.7، وهذه الرقم 1 2 3 4، تكرر أربع مرات، فعندنا عدد معين تكرر أربع مرات في المسألة. فإذا أنا أستخدم المنوال لأن يوجد قيم متكررة. هدفنا الثاني أن نفرق بين العينة والمجتمع الكلي. يقول السؤال: حدد ما إذا كان كل مما يأتي يمثل عينة أو مجتمع كلي. يقول لي تقارن معلمة درجات الاختبارات في صفها. لما أنا أقول تقارن في صفها يعني شنو؟ أنا خذيت درجات الطلبة كلهم اللي في الصف واستخدمتهم، إذن أنا الصف مالي هو المجتمع، فأقول هي مجتمع كلي. لكن لما ننتقل للسؤال يقول لي تقارن معلمة درجات طالباتها ما معدل الدرجات في المملكة لأحد الاختبارات الوطنية، فأنا باخذ طالباتي من كل طالبات المملكة أو كل طلبة المملكة، فماذا تعتبر؟ تعتبر هي عينة من المجتمع وهو طلبة مملكة البحرين فرضا. يريد فريق الكرة الطائرة أن يقارن نسب الاستحواذ على الكرة بين لاعبي، فإحنا بناخذ الفريق ولاعبي الفريق فقط، فأنا عندي مجتمع كلي. ننتقل الآن إلى هدفنا الثالث، وأن نعين الإحصائيات للعينة ومعالم المجتمع.
سؤالنا يقول: عين العينة والمجتمع في كل من الموقفين الآتيين، ثم صف إحصاء العينة ومعلومة المجتمع. شنو السؤال؟ يقول: يا تعليم، اختيرت عينة قوامها 150 طالبا من الصف الثالث الثانوي في المدارس الثانوية بالمنامة، وسئلوا إن كانوا راغبين في دراسة الهندسة بالجامعة، ثم حسبت النسبة المئوية للذين أجابوا إجاباتهم بنعم. إنزين، نبدأ أول شيء. طبعا عندنا عينة قوامها 150، إذا لما أتكلم كعينة بقول عندي 150 طالب، وهم مجموعة من الطلاب المختارين من طلبة الصف الثالث الثانوي بالمنامة. لكن لما بتكلم عن المجتمع، جميع طلبة الصف الثالث الثانوي بالمنامة، فأنا خذيت الكل مو 150. أما الآن فنريد أن نعرف إحصاء العينة. يقول: إحصاء العينة هي عدد الطلبة في العينة الذين يرغبون بدراسة الهندسة في الجامعة. لكن عندما نتكلم عن إحصاء المجتمع، فهو عدد الطلبة الصف الثالث الثانوي في مدارس المنامة الذين يرغبون في دراسة الهندسة بالجامعة. ننتقل إلى سؤال تالي. يقول: كتب أجريت دراسة شملت عينة مكونة من 1000 طالب في الجامعات البحرينية حول المبالغ التي ينفقونها في شراء الكتب الإضافية في كل عام، ثم حسب الوسط لهذه المبالغ. أول شيء العينة بتكون 1000 طالب اللي عندي إياهم من الجامعات البحرينية. لكن لما نتكلم عن المجتمع، هو طلاب الجامعات البحرينية. إحصاء العينة هو الوسط للمبالغ الذي ينفقونها طلبة العينة في شراء الكتب الإضافية. لكن لما نتكلم عن معلمة المجتمع، فهو الوسط للمبالغ التي ينفقها طلبة الجامعات البحرينية في شراء الكتب الإضافية. ننتقل إلى الهدف الرابع، وأن نوجد هامش خطأ العينة. في قانون في البداية حق هامش الخطأ، ولازم نعرف شنو هو الهامش. هامش خطأ المعاينة يقول لي: عند سحب عينة واحدة من مجتمع كلي، فهناك خطورة من وجود خطأ في المعاينة، وكلما زاد حجم العينة قل هامش الخطأ. ويحدد هامش الخطأ الفترة التي تدل على مدى اختلاف استجابة العينة عن المجتمع الكلي. طبعا بنشوف مع بعض شلون نوجدها. يقول لي: عند سحب عينة حجمها N من المجتمع الكلي، فإنه يمكن تقريب هامش الخطأ في المعاينة بالقيمة موجب سالب واحد قسمة جذر الآن. فهذه طريقة إيجاد هامش الخطأ. نشوف السؤال. يقول لي: في دراسة مسحية عشوائية شملت 3247 شخصاً، قال 41% منهم أنهم مرتاحون للنهضة العلمية، ما هامش الخطأ العينة المعاينة مالتي؟ راح أقول هامش خطأ المعاينة يساوي، أحطه وشي القانون، موجب سالب 1 على جذر الأن، أعوض بالأن عدد الأشخاص اللي عندي إياهم وهو 3247، فبصير عندي بالبوينت موجب سالب 0.0175، وهي لو أنا أبيها أوجدها كنسبة مئوية بضربها في 100، فبصير موجب سالب 1.75%. السؤال التالي وهو فرع بي: ما الفترة الممكنة التي تحتوي على نسبة أفراد المجتمع الكلي المرتاحين للنهضة العلمية؟ شنو بنسوي يا ترى؟ أول شيء عندنا نسبة وهي 41. أنا بأخذ النسبة 41 بجمع عليها هامش خطأ المعاينة مرة، ومرة بطرح منها هامش خطأ المعاينة، فبقول 41 ناقص 1.75 اللي هو 1.75. طبعا نلاحظ أن أنا لأن 41 نسبة مئوية، فلما بستخدم ما بستخدم البوينت بدون النسبة، أستخدم الهامش الخطأ كنسبة مئوية عشان تكون الإجابة صحيحة. فقلت 41 ناقص 1.75 فطلع لي 39.25%. بنفس الطريقة راح أجمع ويكون الناتج 42.75%. شنو بنقول الجملة الأخيرة؟ الفترة الممكنة التي تحتوي على نسبة المجتمع الكلي المرتاحين للنهضة العلمية تقع
بين نسبتين، شنو هما النسبتين اللي حصلناهم؟ وهي 42.75% والنسبة الثانية 39.25%. شكرا لحسن استماعكم ونرجو لكم النجاح والتوفيق.